تفضل. تحية لك وتحية لكل الضيوف الكرام. مساء كاين الخير. شي حالات تحكيميه في هذه المباراه ديال الرجاء مع الفتح مغير ضربات الجزاء تكلم عليهم بجوج، ولكن كاين حالات تحكيميه اخرى. تفضل سي محمد. كاين الحالة التحكيمية، كاين أهداف لي ملغات وكاين ورقة حمراء. تفضل، مرحبا. تفضل. لا لا لا، كاين ضربة الجزاء الأولى اللي تعلنات بعد التدخل ديال الغرفة ديال الفار، واسمح لي السي أنوار إلا قطعت الكلام ديالو، لأن لا لا قبيله ما أنا كاينش كنحاول اي الدخول مشكل. لقيت غير لقيت البلوكاج، كان عندي بلوكاج بحال يلاه التحقت بكم. لا كملت لا لا الفكرة، كملت الفكرة. مرحبا السي أنوار، مرحبا. المسألة الأولى أسامة، هو كانت الدقيقة الخامسة، كانت لمسة يد ديال اللاعب إلياس الحداد. أنا اللي ما مفهومش أنها حتى دخلت الغرفة ديال الفار هي اللي نبهت الحكم باش أنه يراجع اللقطة. اللقطة، وبالتالي أنا بعد ما تحدثت مع العلم أن بالنسبة لي لقطة لمسة يد واضحة لا تحتاج إلى فار في هذه المسألة. وبالتالي أنا بالنسبة لي أنا كان نوع من التردد. الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في البريمير ميتون كذلك غتكون لمسة يد، واللي استغرقت تقريبا 6 ديال الدقائق. وأنا بالنسبة لي 6 دقائق هذا رقم اللي هو مثير ومخيف. إذا كنا مثلا إذا جاونا غير 3 ديال اللقطات ولا 4 ديال اللقطات بحال هكا في مقابلة، ربما راح احنا غادي نوصلوا لأكثر من 20 دقيقة ديال انا بان لي السي محمد بغى يمشي يسيف ليها، عاود رجع، ما كانش باغي يسيف ليها، ما كانش باغي يسيف ليها، هادشي اللي بان لي. هذا هو الانطباع اللي عطاني. لا واحد المساله كاين خرق حتى البروتوكول ديال الفار اسامه، كاين الخرق ديال البروتوكول ديال الفار، لانه البروتوكول ديال الفار كينص على ان الحكم ما يغادر المنطقه ديال المراجعه حتى ياخذ القرار. هنا شفنا انا كان هناك تردد، الحكم مشى وخد القرار الشاف، وحتى بغى يلتحق بالارضيه ديال الملعب ولا رجع للمنطقه ديال المراجعه ثاني. هنا كيعطيك واحد النوع ديال التردد، واحد النوع ديال الخوف. ما عرفتش واش لان كاين الغرفه ديال الفار فيها حكم دولي مجرب اللي هو في النهايه ديال المشوار ديالو كان ممكن يعطي المساعده الكافيه للحكم حتى في اتخاذ القرار، ماشي فقط انه يعطيه الصور وانما كيساعده في اتخاذ القرار، لانه كتكون عنده اللقطه ديال المراجعه يمكن له يتخذ فيها القرار المناسب. كان البدايه ديال الشوط الثاني كان هناك الورقه حمراء اللي غتوجه للاعب الكاميروني. اسمع، ضربتي جزاء كاينين بجوج، بجوجهم كاينين ولا يحتاجان الى فار. انا بالنسبه لي ولكن ضربه الجزاء الاولى ديال الفتح اللي ضاعت شفناها في واحد الصوره وصفتوها لنا بزاف الناس، لان بزاف ديال اللاعبين درجات دخلوا قبل ما تقذف. قلت لهم انا بان الشيء ما بقاش يتسيف لا في المغرب لا على برا، قالوا لك لا لا الشيء هذا مع النص. قلت لهم هو يجي سي محمد موجه ويجاوبنا، نعطيه السؤال. لا شوف اسامه، انا قلتها لك حتى في نهار المقابله ديال الاهلي، ان تقريبا 99% ديال الحكام ديال العالم ما بقاوش. وانا بالنسبه لي اصبحت هذه ضروره ملحه باش يمكن للمشرع باش ما تبقاش ان النصوص فارغه وما عندها ما كتطبقش في الملعب، ان خص تتم المراجعه ديال هاد المساله ديال الدخول ديال اللاعبين باش ما نبقاوش دائما اننا فيها، لانه كان بالنسبه لي كيبقى نص ميت ما كيتفعلش، كما هو الحال بالنسبه لحارس المرمى ديال اكثر من 6 ديال الثواني، لانه قبل منها كان اكثر من 4 ديال الخطوات كانت كتعلن الخطا ديال الحارس المرمى. دابا الخطا ديال 6 الثواني اكثر من 6 الثواني ما كيتعلنش، وكاين حكام الحراس اللي كيمسكوا الكره اكثر من 14 ثانيه هما ماسكين الكره. هذه البلانتي ما بقاوش نحلموا، راه ما كاينش بلانتي لا يتعود، ما بقاوش نحلموا، ما بقاوش انا ما بقاش نقولها. انا واحد الساعه في فوز السوداء يا عقلتي فرضنا على الحكام يبقاو يعاودوا البلانتيات صادو نسي موصلينا. نعم الحكام ما باغيش يعاودوا هذا الشيء، الحكام ما باغيش يعاودوا. ماشي الحال الحكام ديالنا اسامه، ماشي غير الحكام هنا في المغرب، انا بالنسبه لي ظاهره عالميه هذه، راه كنشوفوها حتى في اوروبا، كنشوفوها في امريكا اللاتينيه، في اسيا. بمعنى انا بالنسبه لي ما بقاش الا القليل فاش كتشوفها، فاش كتشوف الاعاده ديالها. وبالتالي انا بالنسبه لي كيبقى نص ميت غير مفعل على ارضيه الواقع. يمكن المشرع يعني لا توجهات له الملاحظات في هذا المجال انه يتم المراجعه ديالو وانه يتاخذ ديالو. انا الى وريتي لا بروسيدور انا نكتب، انا قابل نكتب لي فاب، نكتب الانترناسيونال بورد باش نقول لهم الله يخليكم هذا القانون يزولوه. انا قابل نكتبه ونعطيهم بزاف الفيديوهات لا في اوروبا ولا في اسيا ولا في افريقيا، بان الحكام
الدوليين الكبار ما تيستعملوهاش، دونك اكواسا تبقى في القانون. اكيد. تفضل تفضل سي محمد. كانت الدقيقه 47 اي البدايه ديال الشوط الثاني، هنا غادي نشوف واحد الورقه صفراء ثانيه للاعب الكاميروني ديال فريق الفتح الرياضي، لان كان هناك الضرب بتهور، لان كانت اون ديتونت، وكنشوفوا اليد ديال اللاعب اللي مشات للوجه ديال اللاعب، غير باش نشرحوا هنا التهور في هذه المساله، لانه كتكون تشوفوا الامتداد ديال اليد، لان اليد هي اللي مشات للوجه ديال اللاعب وكان فيها تهور. وهنايا الحكم رغم انه القرار ديالو صائب، شفنا نوع من التردد، شفنا الاحتجاجات ديال اللاعبين ديال الفتح دون ما يرياجي الحكم في اتخاذ القرار، بقى مريكولي اللور. وانا بالنسبه لي هذه مساله فيها نوع من 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 من, من التردد، وحتى من تقليل من الشخصيه ديال الحكم، لانه الحكم كان مضغوط في المقابله، يمكن انه قوه التفكير من الوقوع في الخطا ان خلاته بزاف ديال الحوايج يمشي. كانت الدقيقه 65 واحد الاغاء هدف اللي سجلوا فريق الرجاء الرياضي، تسلل ديال تقريبا ديال 3 ديال المتر ولا 2 المتر. انا بالنسبه لي هذه كذلك من المسائل اللي خص تم المراجعه ديالها بروتوكول ديال الفار، ويمكن تعطى تعليمات غير للحكام ديالنا باش انه ذاك الرجوع اللي كيكون واضح، علاش غنخليو حتى تكمل لاكسيون وممكن ان تضيع علينا الوقت، كتضيع علينا الجهد، وبعد كنتعبوا حتى الحكم واللاعبين كيجريو واحد المسافه لا طائله منها. انا بالنسبه لي ملي كيكون تسلل بحال هكا ما نخليش لاكسيون تكمل وحتى تسجل وعاد يهز الحكم. ولكن سي محمد عقلتي على مباراه، عقلتي على مباراه الكابون مع بوركينا فاسو، كان الحكم النيت المساعد ديال قزاز هز الى عقلتي تسلل في وسط التيران، ومن بعد اتضح منه ماشي تسلل، وكان اللاعب ديال الكابون ماشي بوحده، وتم مؤاخذته، تم مؤاخذه عليه. وبالتالي انا تنفهم الحكام المساعدين اللي تيسينوا حتى تنتهي العمليه. سي محمد لا انا معاك في القضيه اسامه، انا كنقول لك لي زاكسو اللي كيكونوا مشكوكين وكيكونوا قرابين انا يمكن له يخلي الكره حتى تكمل، ولكن ملي كيكون واحد لورجو ديال 2 المتر ولا ديال 3 المتر، انا بالنسبه لي فيها شويه ديال مضيعه ديال الوقت، وحتى دوك اللاعبين انا كنخليو شويه ديال ديك لا فريشور فيزيك هذاك حتى كيمشي وعاد كنوليو نرجعوا. انا بالنسبه لي هذا تصور بالنسبه لي ومقترح ممكن ان تطرح داخل المديريه ديال التحكيم وتعطى تعليمات في هذه المساله. ورحنا شفنا في المقابله ديال الرجاء مع مولوديه وجده، راه ازكا وهز واحد لورجو في وسط التيران اللي كانت تقريبا ديال 2 ديال المتر ديال الفريق في هذه المقابله، وما كانت عندها ما كان فيها حتى شي اشكال، وتبعوا رضوان جيد انه صفر، وكانت القضيه دازت بسلاسه ودازت مزيان. الدقيقه 90 في الوقت بدل الضائع، كاين واحد الناس يطالبون بضربه جزاء لسكحان، واش كاين شي ضربه جزاء لسكحان؟ غادي نرجع للدقيقه 26، هذيك الدقيقه 26 كانوا اللاعب سكحان اللي حاول يدخل ولكن فقد التوازن ديالو بين الباسل ولاعب اخر، وما وقع عليه حتى شي خطا، انه وقع تما فقد التوازن ديالو سقط، وبالتالي ما كاينش حتى شي مخالفه في هذا. القرار ديال الحكم كان قرار صحيح، وحتى الغرفه ديال الفار انها سيبورتات الحكم في القرار ديالو، انا ما كاينش تسلل. قلت في الوقت فريق الرياضي غادي يسجل، غايسجل الاصابه الثانيه ديالو، وهنايا رجعات الغرفه ديال الفار انها رجعات اللقطه، وكان واحد التسلل تقريبا سنتيمترات وقدرات انها ديتيكتيه انها تجبدو، ودارت حتى الخط الوهمي اللي كان خط صحيح، ولو ان الناس كيقول لك لو ديبارد الكره ما كاين شيء، اللي غادي يشوف راه اللاعب نقوما واللاعب الافريقي ديال فريق الرجاء الرياضي راه الكره في الراس ديالو من بعد ما غادي تتمرر، يعني كاين الخروج ديال الكره، وبالتالي ان القرار كان صحيح ديال الغرفه ديال الفار وكذلك ديال الحكم في الغاء الهدف الثاني. التحكيم للمباراه اليوم، الحكم بالفار كان ممتاز جدا، الحكم ديال الوسط مره اخرى في الرباط عنده 4 أو 5 العمليات اللي كان يعلن عليهم كل من الفار. انا فكرني في واحد المباراه عقلتي ديال الجيش الملكي مع شي فريق السنه الماضيه، 5 ديال الحالات دخل فيهم الفار عنده الحق الفار، وبالتالي غير منطقي الحكم الوسط يخلي الفار يدخل في اشياء بديهيه بحال الاشياء اليوم. هذا كل ما انا معك اسامه في هذه القضيه، لان حتى الحكم كتحس به بانه مضغوط في الوقوع في الخطا، انك يخلي لي ريفليكس ديالو
كانوا متأخرين، وبالتالي كان الاعتماد كلي على الغرفة ديال الفار. نعم شكرا سي محمد. تنظن يبغي تبقى معنا؟ مرحبا بك. ندوي على واحد الموضوع نظري ديال تقييم